أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أنا أنت أعظم نادي في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث قال الدكتور ياسر نصير نائب مدير النشاط الرياضي لمقر الجزيرة بالنادي الأهلي إن هناك خطة لإعداد الكوادر التي سيتم اختيارها من المتقدمين للعمل في بطولتي أفريقيا للطائرة بالنادي، حيث تم عقد المقابلات الشخصية أمس السبت مع أكثر من 100 متقدم من شباب الأعضاء للعمل كمتطوعين خلال البطولتين. وأوضح نصير أن اللجنة العليا المنظمة للبطولتين برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة قررت وضع خطة لتجهيز مجموعة الكوادر التي سيتم اختيارها بخضوعهم للتدريبات اللازمة للوصول إلى أفضل مستوى قبل انطلاق البطولتين. وأشار إلى أن النادي غني بالكوادر المميزة وأنه تم عمل قاعدة بيانات للمتقدمين للاستعانة بالعناصر المناسبة منهم في البطولات التي ينظمها النادي مستقبلا. قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أنه ينتظر اليوم التقرير الطبي الخاص بالأشعة التي أجراها مهند الصباغ لاعب الفريق عقب إصابته أمس السبت في الركبة. وأوضح خيري أن الأشعة سوف تحسم موقف اللاعب من البرنامج العلاجي بعد أن تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة الفريق أمام طلاء الجيش بدور السوبر للمحترفين. ويعاني الفريق من غياب مؤمن أبو العينين بسبب إصابته شد في العضلة الضامة تعرض لها خلال مباريات الفريق الأخيرة. قال ياسر صلاح المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد السيدات إن فريقه جاهز لمواجهة الجزيرة بعد غد الثلاثاء في منافسات دور الثامن بمسابقة كأس مصر. وأضاف ياسر صلاح أن الفوز على الجزيرة في دور السوبر يعد حافزا قويا للفريق قبل مواجهة الجزيرة مجددا بعد غد الثلاثاء. وأوضح ياسر أنه يسعى لاستغلال الدفعة المعنوية للفريق بعد الفوز أمس على الجزيرة بنتيجة 27-19 من أجل تجهيز اللاعبات نفسيا للمواجهة المقبلة.